أحسن الله إليكم. يقول السائل: إحدى الأخوات كانت حاملا بسبب الزنا قبل 6 سنوات وأسقطت الجنين، فماذا عليها أن تفعل مع العلم أنها لم تكن على استقامة في تلك الحال؟ إذا كان الجنين نفخت فيه الروح، بلغ 4 أشهر نفخت فيه الروح، فإنها مخطئة وقاتلة لنفسها، فعليها التوبة إلى الله وعليها الكفارة. لا، هي متعمدة، ما عليها كفارة لأنها متعمدة، عليها التوبة إلى الله، لا تعود لمثل هذا لأنها قتلت نفسها. أما إن كان دون 4 أشهر ولم تنفخ فيه الروح فهي أخطأت، لكن ليس عليها شيء. نعم.